السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ، دلوقتي حضرتك مفيش إلا مسجدين في القرية، تمام، ما بصليش فيهم بسبب صلاة خاطئ، بيصلوا خاطئ، تمام، أنت الإمام الذي أما بسافر. المخطوبة بتكلم مع المخطوبة ليه دلوقتي في الساعة المتأخرة من الليل؟ المخطوبة كلمتك الآن وقالت لك الشيخ يقول ابحثوا عن حالته. تمام، انا بوضح لك الامر ايوه وضح لي الامر. ايوه كويس. السؤال بقى يعني لما جالي القرية عندي، فطلع يصلي معايا في الجامع اللي جنب البيت عادي، وصلى معايا الظهر والعصر والمغرب، من هو؟ وبيخطب يوم الجمعة عادي. الإمام. هو بيبقى إمام بيصلي معايا وبيخطب يوم الجمعة. وبعدين لماذا لا تصلي معه؟ هو ما بيصليش في القرية بسبب الصلاة خاطئة. من الذي يؤم المسجد؟ أنت لماذا لا تصلي في المسجد؟ جاوبني. ها؟ بسبب الصلاة خاطئة في يعني أمس، إيه؟ والأم خاطئة في الجامع، كيف أم القراءة خاطئة. كيف يعني خاطئ؟ الصلوات الفاتحة، اصبر اصبر، الصلوات السرية، الصلاة السرية، لما لا تصلي في المسجد؟ سمعتني؟ السلام عليكم. تمام، مش تمام عندك انت، الله يغفر لك، الله يهديك بس.